الآن نحن في بنزيخانة الجامعة. هذه البنزيخانة التي تعتبر من أهم المناطق في الموصل، طبعا جامعة الموصل قريبة عليها، وأيضا هذا الشارع الحيوي قريب على البنزيخانة، وسوف نكسب مكاسب من افتتاح هذه البنزيخانة. أولى المكاسب هي يعني احتواء الزخم الحاصل على البنزيخانات في محطة الجزائر أو المحطات الأخرى في أيسر الموصل. طبعا هسه راح نلتقي بالمهندس المسؤول وراح نسأله شو وقت يكملون المشروع هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. تزامنا مع احتفالات جيشنا العراقي الباسل بانتصارات على داعش الإرهابي، أخذت كوادر شركة توزيع المنتجات النفطية فرعنينا على اعتقها إعلان النفير العام من أجل إنجاز مشروع إنجاز محطة الثقافة الحكومية. اليوم باشرنا بأعمال الصب لأرضيات المحطة، وإن شاء الله نعاهد الفراء ونعاهد محافظتنا أنه يتم إنجاز المحطة مع نهاية الشهر الحالي، أي بداية 2019 بإذن الله. محطة مجموعة الثقافية تحتوي على 35 مضخة، أي 70 ذراع، 70 سيارة تزود بالوقود بآن واحد، وسعة الخزنية لمحطة المجموعة الثقافية 54,000 خزان واحد، 10 خزانات، أي مجموع 540,000. تعتبر محطة الثقافة من المحطات، من أكبر المحطات أو أكبر المحطات في العراق من الناحية الخزنية وناحية التجهيز بالوقود. سوف يتم إنجاز العمل ضمن أفضل المواصفات وأفضل الطرق المتبعة في إنشاء المحطات في العراق. نعم. إن شاء الله. الخزانات جديدة لو الأرضية جديدة لو قديمة؟ الخزانات جديدة، تم تجهيزها من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية بغداد، وسوف يتم نصب الخزانات في الايام القريبه العاجله باذن الله ان شاء الله. هاي المحطه اول محطه راح تحتوي على في الاداره بمنظومه الاير كليكج، اضافه الى انه اناره بديله توجد فيها، اضافه الى تفعيل منظومه تحسس الحراك. ان شاء الله هاي الامور كلها احنا في قيد، يعني راس السنه كلها التاسيسات جاهزه وكامله، لكن ان شاء الله يوم الافتتاح سوف كامل أعمال الكهربائية كلها تكون منجزة، بالإضافة لأعمال ميكانيكية، وكنت تحدث لكم أستاذ نزار وأستاذ أيمن أيضا أعمال ميكانيكية. أنتوا يعني أكو تعاون بينكم وبين المنتجات النفطية لو أنتوا عقد نجيتوا؟ احنا موظفين في وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية فرع نينوى. التنفيذ هنا يعني صار تنفيذ أسلوب أمانة. احنا مهندسين في دائرة وزارة النفط، يعني وليس مقاول. زين كيف كان التنسيق بينكم بين دارة الكهرباء لسحب الطاقة الكهربائية لهالمكان هذا؟ هنا طبعا صارت انه مخاطبات، لان فانعكست التكلفة علينا، هم يعني دائرة توزيع الكهرباء راح يتم نصب محولات ومد خلينا نقول الكهرباء الوطنية، بعدها يصير التكلفة علينا، يعني هاي الاجراء. عندنا مولدات اضافية في حالة انقطاع الكهرباء؟ نعم، مولدة اللي هي تابعة للمحطة، احنا يتم تجهيزها عن طريق دائرتنا. انا كمهندس ميكانيك مشرف منفذ التصميم الخزانات وانابيب شبكة التجهيز للوقود والتفريغ، ايضا الى شبكة الاطفاء. استخدمنا في محطة تعبئة الثقافة مخطط كامل لشبكة اطفاء، استخدمنا مدافع اطفاء وبوكسات تابعة لمنظومة الحريق للسيطرة لا سمح الله الأمور السلامة بالمستقبل عند افتتاح المحطة. هذا الميزة اللي استخدمت في محطة الثقافة شبكة الإطفاء. الأنابيب شبكة التجهيز والتفريغ استخدمت بالتصاميم ومعادلات ودرست قبل التنفيذ. الحمد لله نجحت هذه التصاميم ونفذناها بأكبر محطة تعبئة في العراق اللي هي محطة تعبئة الثقافة. 35 مضخة في ذراعين تصبح 70 ذراع، أي 70 سيارة تجهز بآن واحد في المحطة. نعم. طيب هاي المعلومات الجديدة والاستراتيجية والتخطيط الجديد، نعم، راح تستخدموه في الجانب الأيمن؟ بإذن الله احنا طبقنا هذا بالجانب الأيسر بكل فرع نينوى، بجهود شركة توزيع المنتجات النفطية وجهود الأستاذ فلاح المنديل مدير فرع المنتجات لفرع نينوى المشرف والمتابع على تنفيذ المحطات، انه ننفذ هاي الخطط لكل المحطات في فرع نينوى للمركز الموصل والاقضيه والنواحي ان شاء الله. نعم. ايضا كاميرات موجوده؟ نعم،
كاميرات مراقبة، طبعا هذا من اختصاص المهندس مأمون، كاميرات المراقبة وغرفة السيطرة على تجهيز الوقود وتفريغ الوقود ومراقبة مضخات التجهيز والتفريغ.